سي سمير خبيزة بالسمن زبدة بلدية ما كان رائعة مع سي سمير نهار كبير هذا الله يحفظك كسنا وعادي ربط علينا عادي ديما كيغيب على المواعيد باهر الدعوة باهر الدعوة الله يلا واحد قال لك عادي سنة طاكسي قلت له واه سنة طاكسي بحال يجي مع البراد حساب خلي له حقه تجي وضماني سمير خصها يسري بداوي ياك جمال شحال سي الله يحفظك السي سمير احسن سمير في العالم الله يجازيك بخير الله يحفظك اخويا سمير العز دوا زوينة خا يا سمير في الليل سي سمير تحية سي سمير هادي البطا علينا مدينة تاوريس في الأعالي اوه يا سي عادل اوه يا يا مرحبا سي عادل مالك كبر الطريق اصاحبي سلام خويا عادل خويا عادل عادل السامر احسن خوت كاع عرفتهم في حياتي كامله والله العظيم العز تحياتي لك خويا عزاز وغالينا اخوتي مرحبا السلام عليكم هذا السي محمد احد الاصدقاء الاعزاء شكرا ايوا سي عادل استاذ ومربي الاجيال ان شاء الله ما نفضلهمش عليكم دراري الله يعمرها سلعه وليده اروع الناس اللي عرفنا وهانتوما شوفوا غير الدراري اللي كيديروا الماكله راهم كاع خرطوا ديك الخبيزه تبارك الله راهم خرطوها كامله لا احسن الخبز ودي جا معنا هنا هي جلسة ما على بالنا لا اتاي لا بتا بشي حاجة ولكن الجو جد رائع انتم كتشوفوا مدينة التوريد الابية يعني ما كاينش يعني شي حاجة كبيرة هكذا يعني هذا المكان مازال ما مخدومش حاليا ولكن يعني بعد على الاقل شوية بعد كيتعتبر وسيلة باش نرفعوا على النفس حاجة جديدة كتنضاف لمدينة التوريد بيان سور بيان سور بالوجود ديالكم السي محمد والسي عادل ان شاء الله الله يحفظك وغير تحاولوا لي على ديك الخبزة شوية الله يحموش راك عارف دابا واخا ماشي تحشيوها اللي كنصور فيديو انايا وتصيفطوني انا خلا وهي متفق معكم ولكن ما تنساوش باللي راه اللي راه يصور لكم الفيديو راه يعني راه ما راهش ياكل اسيدي بصحتكم كلها كامله الا كملتوها نزيد لكم واحد اخرى عاد على حسابي صافي يلا تحياتي يلا ديروا تحيه للجمهور والمشاهدين السلام عليكم الاخوان انتم السي محمد من جديد والسي عادل زيدوا تمشوا صاحبي تمشوا لاباس الله يحفظكم باش نكتشفوا المكان واخا المكان شويه راه كما كيقولوا كيمشي ويظلم ولكن معليش منور بمواليه ان شاء الله منور خويا الحوايج كوم من شويه مزيانه بنادم شويه ضروري يستمتع شويه السي عادل هاو يبان لي ملي جا ضربنا داك الخبزه وسكت بقى ساكت ما بغاش كاع يبان لي يشبع ضرب الخبزه بالسمنه فهمت ولا
مزيان بصحتو سيدي. لا يبان لي الحاجه، الحاجه اللي ما عجبتنيش هي انه سكت، ماشي يعني فهمت، بقى ساكت عاد يدي محشمان، عاد يدي محشمان. مليح مزيان سيدي بصحتكم، بصحتكم و بصحتكم، وشكرا لكم على هاد الاستجابه للدعوه ديالنا، ومرحبا بكم في اي وقت. هادشي اللي غادي نقولوا لكم، وباش نعرفوا المكان بعدا باش يجيو له الناس. ومرحبا بكم خوتي، المكان كما كتشوفوه انتم في البدايه ديالو، ولكن راه في البدايات، في البدايات، ولكن نتمنى ان شاء الله كيضيف واحد الطفره لمدينه التوريرت، خاصه في هذه الوقيته ومن بعد الاحداث ديال كورونا، باش بنادم ينسى ما فات. ومن هذا المنبر كنبغي نقول الله يرحم اموات المسلمين، الله يرحم اموات المسلمين، والله يرحم الاخت ديالي حتى هي. وتحياتي لكم ان شاء الله الى فيديو لاحق ان شاء الله. بيس، تحياتي.